كلمه المؤسسه وسي السيد المدير العام استاذ كمال الحلو. نعم نشكره. يعني السي جمال السلامي قلنا اشنو اللي وقع ما بين نوفمبر، حيت العدو ديال هذاك هو المؤرخ، ما بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020. شكرا سي محمد، سي زوين، والاذاعه ديال ام اف ام اللي عندها واحد المصداقيه كبيره عند المتتبعين. شكرا. بالنسبه للرجاء في 2019 نوفمبر 2019 لنوفمبر 2020، تنظن بان انت خديتي الفريق، وكان الفريق انذاك راه تقصى من كاس العرش. هزيمه اللي كنت كيذكرها معنا ضد سمامره، ثم كان التغيير ديال المدرب باتريس كارتيرون اللي كان هزيمه ايضا امام يوسف يتبرشيد ب3-2، وهذا تنعرفوا على ان المدرب وفريسه ديال النتيجه. طبعا انت كتجي في هذا الظرف هذا. لا، وهذا الظرف هذا التوقيت ديال المجيء ديالي، فكانت كان الاياب ديال كاس العرب من بعد ما انتهت المباراه الاولى بالتعادل كان فريق الرجاء مستقبل فيها بواحد لواحد، وكانت نتيجه اللي صعيبه، وماشي غير النتيجه، الظروف اللي كان فيها الفريق فالجميع كان يعرفها، خاصه في الندوه الصحفيه اللي كنا جرينا من بعد الالتحاق ديالي انا والسي يوسف السفري بالفريق مع رئيس النادي، فالكل كان يتكلم على انضباط داخل الفريق، المشاكل اللي تعرفها الفريق، الجودة ديال اللاعب ديال فريق الرجاء، الفريق الرجاء تيتلقى مجموعة ديال الأهداف، كانت مجموعة كان شك تيحيط جميع المحبين ديال النادي. تنظن بأن المجيء ديالنا كان مهم جدا للفريق في هذيك الفترة، لأن تنعرفوا النادي، تنعرفوا التاريخ ديال النادي، تنعرفوا شنو هما القيم اللي تيقتسمها النادي، وتنعرفوا اللاعبين شنو خصهم باش يعطيو. تنظن بان المجيء ديالنا كان مهم جدا في هذيك الفتره، لان الحمد لله كان توفيق من الله في المباراه الاولى، لان المباراه الاولى شهدت واحد المتابعه كبيره عالميه، خاصه النتيجه ديالها والتطور ديالها. ثم قدرنا نبنيو الروح ديال الفريق، وناخذوا واحد الدفعه كبيره من الناحيه المعنويه مع اللاعبين، الشيء اللي استثمرناه من بعد. تنظن بان الفريق عانى بشكل كبير من مجموعه ديال الاصابات اللي كانت مترتبه على البرمجه اللي كانت صعبه، لان الفريق كان مشارك في ثلاثه ديال الباقي كان باقي مشارك في ثلاثه ديال المنافسات قويه. تنذكر ان رئيس النادي في الندوه الصحفيه ملي سولوه على الاهداف المسطره معنا، فهو قال ما كايناش اهداف، الان كاين امامنا مباريات، ثم من بعد غادي نشوفوا اشنو غادي يكون. سي جمال، انا غنمشي معك، ولكن غادي نبداو الان نقدموا التوضيحات ونحاولوا نجاوبوا على اسئله ديال القلق، او اسئله، كاين اسئله اللي هي مشروعه، كاين اسئله، وكاين بعض الاشياء اللي تقالت حتى حنا كنستغربوا. غناخذوا معنا رفيق الدرب ديالك وزميلك وصديقك وولدنا يوسف السفري. سي يوسف، مرحبا بك. مرحبا بك اخ ابو الساهل، مرحبا بجمال السلامي، مرحبا بابراهيم زميل وبالمسلمين الكرام. سي يوسف، انا عندي لك ثلاثه ديال مرحبا سي يوسف، توحشناك. صافي دابا الله يخليك. ودابا شوف، دابا اتفقوا شكون يدخل فينا حنا وشكون يخرج، شكون يكون رامبلاسون، دابا انتم كتعرفوا. انا عندي لك دائما عندهم المكانة خاصة في اللاين اب 11 لاعب، هادو هما الرسميين ضروري. الله يجازيك بخير. سي يوسف، عندنا ثلاثة ديال الأسئلة باش ما نطولوش عليك. أولا عندنا لك شكر كونك أنك قبلتي تتواصل معنا بعدا، هذا هو الأول. كي تقولنا الاستقالة، شنو السبب ديال الاستقالة، وشنو اللي دفعك للاستقالة، واش أنت داير الاستقالة وأنت قلق، شي واحد جر الباب من وراه هو مقلق، وذاك اللي تيتلف تيقول لك انا والله ما رجع، انا صافي انا غادي. لكن صراحه فهو سؤال مهم،
خصوصا في هذه الاونه المقلقه والاونه الاخيره. ولكن كيف تعرف الجميع وربما المسار اللي دوزنا في نادي الرجاء البيضاوي كيكون غني، كيعرف بان وتعلم الجميع بان العمل كاطار تقني داخل نادي كبير اللي هو الرجاء البيضاوي كيلزم عليك انك تكون حاضر ذهنيا تقنيا بدنيا، وان العقليه ديال الفوز تكون تترسخ في الدم ديالك، لانه سبب كبير لان النادي تيلعب من اجل الالقاب من اجل الانجازات والكل تيعرف هذا الشيء. لكن الاونه الاخيره فكان صعبات عليا الامور اللي ربما جمال سلياني كان حاضر فيها والجمهور كان عارفها. اي مدرب واي طاقم تقني يحس بالضغط من حيث النتائج من حيث تخلق المسائل، ولكن السبب الخاص والاكبر واللي بغيت نقوله واللي تنأكد عليه هو ان اسباب في الاونه الاخيره كانت خصوصا الوفاة الوالدة فأثرت عليها بشكل كبير، وكانت صعبة باش تخول لي أنا نكمل المهمة ديالي ضمن الطاقم التقني ديال فريق الرجاء البيضاوي. فإلى عرف الجميع هو أن ما عمري تخليت وما عمري رجعت الله، خصوصا وأنا سنتين وأنا تنشتغل في الرجاء، والحمد لله دائما وقتي والعمل ديالي داخل هذا الفارق الكبير دائما مربوط بالإنجازات. حتى لما كنت لاعب فديت في 3 سنوات ديت ربما 6 ألقاب مع النادي، الحمد لله احترفت ورجعت وكنت مساعد مدرب وديت 2 سنين 3 ألقاب صحيح، والحمد لله فضل الله عز وجل. ثم منظومة فيها جمهور وإدارة وطاقم تقني فيها الناس وفيها لاعبين كبار، لا باش كنت لاعب ولا الحين كمساعد مدرب. ولكن اللي بغيت ناكد عليه ونزيد ناكد عليه هو ان السبب الكبير اللي خلاني انا نقدم استقالتي هو الصعوبه اللي لقيت خصوصا نفسانيا، وكان خصني ضروري ناخذ هذا القرار باش يلا ارتاح شويه ومن ثم نشوفوا المستقبل باذن الله. نعم سي جمال انت ندوي معها ولا بغيتي تصوم؟ اولا الكل تعرف بان يوسف كانت عنده علاقه كبيره بالوالدين ديالو الله يرحمهم. اكيد ولا الحاجه اللي عرفناهم حنا ملي فقد الوالده ديالو فهو راه هو انقطع علينا واحد الفتره نعم، ولكن بالرغبه ديال الجمهور بالالحاح ديال المحبين بالالحاح ديال الناس اللي قراب ليه فهو رجع لانه كان قرر كان صعيب عليه رجع، ولكن رجع قال نرجع لان رجع على قبل الراجه رجع على قبل باش يكمل العام باش نمشيو نديروا الانجاز اللي تنبحثوا عليه، لان الراجه محتاجه لينا كاملين، فهو رجع باش يقدم هذيك الاضافه ديالو. ولكن معنا حنا معايا انا شخصيا كنتكلم معايا انا على اساس ان ملي غينتهي الموسم فهو غادي يمشي يرتاح، لان خصو وقت ضروري خصو وقت باش يرتاح، وهادشي شفنا راه الناس تينساو نعم. راه لويس انريكي تيدرب المنتخب الاسباني وملي كان عنده مشكل ديال بنتو فهو طلب الاعفاء ديالو مشى خدا وقت ديال الراحه ديالو حتى استرجع هذيك النفسيه ديالو والطاقه، لان راه الانسان خصو طاقه كبيره خاصه في الظروف اللي تتعيش الرجاء، فهمتي هاد الضغط اللي تتعيش الرجاء راه حنا ما تندويوش، راه الله لعن بينا، راه خاص واحد الانرجي كبيره باش تجمع لاعبين، راه عندنا لاعبين مستوى عالي وباش يقدروا ينخرطوا في مشروع ديال الفريق. هذا غرزه معك يا سي جمال، انا يعني يوسف هذا الشيء كان ديجا مقرر نحرلو يوسف ونحقو. نعم نحرلو يوسف ونشكروه يعني بالمناسبه على كل ما قدم للراجل، لان المدرب كيختار ما كنقولوش مساعد المدرب، المدرب المساعد سي لونترينور ادجوان، اولا تيكون فيه الوفاء تيخرج الاسرار ما يديرش الانقلاب على المدرب، كاين هذا الشيء هذا راه كاين. ثم سمحتوا لي اسيدي سمحتوا لي بغيت غير مادام هضرتوا بحال هكا وانا ربما
سي ابو السهل ان علاقتي بك ماشي غير سنه ولا سنتين، ربما طفوله ملي كنت لاعب كبرتي قدامنا. ماشي الحمد لله وجماسياني انني لعبت انا وياه في غازات المنتخب ورجعنا تندربوا بجوج، ولكن كيف قلتي سي ابو السهل بان اللي تسكت على الحق فهو الشيطان الاخرس. انا عشرت مدربين، وربما الجمال السلامي كان حاضر معايا لما كنت مع الإدارة وقلت هذا الكلام، ولكن خص الإنسان يعرفه لأنه خص يعرفه بزاف المسائل، ولكن في حدود المعقول في حدود أسرار ديال المهنة وديال العائلة. نعم هذوك اللي عشرت قبل من الجمال السلامي أقسم بالله العظيم ولو تشركهم جوج مدربين، أنا أتكلم عن المدربين، تشركهم جوج ما يخرجوش حتى 50% من العدل من الابداع من الغيره والحب على النادي رجاء الإدارة. وهذا الشيء راه قلته ربما قدام جمال السلامي انا الاداره، ولكن الجمهور كامل يعرف هذا العمل اللي كيدير وهذه التضحيه اللي دارها جمال السلامي ولا طاقم التقني ديالو عبد ربي كنت مساعد ابو شروان كان مدرب ان شاء الله ولا زال احمد العيني تجربة كبيرة الأخ الأكبر النصائح الكبيرة وجواد صبري اللي هو معيد بدني اللي عنده ما يقول في إعطاء يعني الفرق اللاعبين ديال فريق رجاء البيضاوي. ولكن لازم الحق يتقال بأن جمال ورفقته في الصف كنت تنتمتع في الأداء ديالنا. صحيح كاين ضغط كبير، ولكن الطريقة والإلحاح اللي تتلقى مدربين أو سباس تكنيك ديجا عندهم 6 الألقاب باقي ما حطوش رجليهم كمدربين، وعقلية الفوز ترسخ في الطريق ديالهم ولا في المنهج ديالهم، كيخافوا الله، عندهم حب كبير للنادي، فتنظر معي يكون غير الخير. صحيح كانت ظروف قاهرة وصعبة لأن الظروف اللي دخل فيها العالم ديال كورونا بعض المسائل اللي ما كناش نقدروا نبدلوها بشكل كبير، ولكن خرجنا الأحسن من اللاعبين لأنه عندنا لاعبين كبار، كاين غيره ديال الجمهور كبير وكاين طموح ديال الاداره. نعم يوسف نعم. يعني كانت تقال واحد العدد كبير، وحنا خدينا معنا السي محسن متولي، خدينا مذكور، خدينا السي احمد العينين. ما وقع من بعد النهايه ديال المقابله مع الزمالك والاقصاء، هزيمه واقصاء، وقال على ان يعني انتم كمجموعه وقع بيناتكم تمرد، وقع بيناتكم كيف قال كان قال زميلنا نجيب السلمي تجبدوا الماس، وهذا ما قابلش، وهذا قال لك كان جانا شي واحد شي مدرب قال لك انا ولا السلمي، يعني حيدوس ومشاكل ابدا. وانت انت لك تقلقتي، انت تقلقتي، وانت يعني كل شيء تقلق، كل شيء غوت، كل شيء قال حتى المشانقه كاع شيش نق على شيش. لا اله الا الله. اوكي ابو السهل انا نشرح لك النقطه، لانها يعني نقطه كبيره، ولكن مشات في الاتجاه الخاطئ. لما انتهت المقابله فكان جمال السلامي كان عنده مؤتمر صح لا بريس كونفيرونس. نعم مشى ليها، ودخلت انا مباشره، دخلت لغرفه الملابس. لما دخلت فالحوار اللي كان يدور، والله شاهد على هذا الشيء، الحوار اللي كان يدور هو ان كانت واحد الحسره، واحد الاسف، واحد التذمر لواحد الشكل كبير 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 ما يتصورش، وهذا الشيء كان باين على الوجه ديال اللعابه من غير الكلام اللي كانوا تيهضروا، كان باين على وجههم. ف ديك الساعه كان خاص ضروري واحد من الطاقم التقني انه يتكلم. ملي شفت انا جمال مشى للبريس كونفيرونس فكان خديت انا البادره، باقي كاع ما وصلش جمال، وشكرتهم على المجهود اللي قاموا به في هذيك المقابله بالتضحيه ديالهم بالخروج ديالهم كورونا لمده اسبوع الظهر بهذاك المستوى، بالطيله يعني التضحيه ديال الموسم كامل والمجهود. وما تنساوش الاخوان بان كنا يلاه الاسبوع الماضي كنا ابطال المغرب، حققنا لقب اللي الرجاء كانت تسحت لي 7 سنوات ربما، هو غالي علينا، وبهذا الصعوبه وبهذا الانجاز حققنا. فكان خصني ضروري غض الروح اللاعبين اللي هما يستاهلوه،
لان شنو اللي كان دمرنا بشكل كبير وحنا كاملين؟ راه ماشي الهزيمه، ولكن لاننا كنا عارفين باننا حنا احسن من الزمالك، لا في الذهاب لا في الاياب، ربما ما في الكازا. هذيك الهزيمه كانت نسبه ديالها كبيره كانت للتحكيم، والرجوع ديالنا للمصر كانت نسبه كبيره للظروف ديال الكورونا. راه ما يمكنش انسان طلب منه اكثر من هذاك الشيء. نعم، لهذا فانا سبقت جمال سلامي وهضرت مع اللعابه بان التدمر والاسى اللي كان واضح على وجوه اللاعبين بسبب الهزيمه، نعم، بسبب انهم كانوا احسن، ولكن ولا واحد الاحترام ديالو حقنا ولا حق جمال ولا حق الطاقم التقني ولا اللاعبين بعضياتهم ولا حق الرجاء، لان دائما كنا مسؤولين بان النادي يضم لاعبين عندهم غير على الانفس ديالهم وسمعتهم وسمعة الراجل. نعم، وفي الليل من بعد ما تناولوا الدراري العشاء، فاحنا درنا اجتماع معهم وتكلمنا معهم وشكرناهم، فهمتي، وطلبنا منهم انهم يحافظوا على 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 المجموعه، ولان اللعابه اللي عندنا ديما احنا تنتعاملوا معهم بشكل مزيان، لان تيستحقوا الشكر، لان الظروف اللي اشتغلوا فيها طيله الموسم فهي ظروف صعيبه، موسم طويل بجميع المشاكل ديالو اللي كانت، وتيستحقوا الثناء وتيستحقوا الاشاده. وهذا الشيء هو اللي انا قلت في المؤتمرات الصحفيه كاع اللي تبعوا مباراه ديال الزمالك. باش نختموا معك سي يوسف السفري، واش الان عندك شي عروض من شي جهه اخرى وانت كتقول بغيتي تستريح؟ كيقول لك ودير عنده بعض العروض، وتما واش غادي تكمل؟ لان انت فزتي كيف قلتي بواحد العدد ديال الالقاب مع فريقك كلاعب والان كمدرب مساعد في الطاقم التقني، واش غادي تكمل؟ لان انت دوزتي لي الشواهد ديالك ديال الكفاءه المهنيه. صحيح، عندي شهاده الاي لايسنس من الاتحاد الاوروبي، وتنبحث وتنقلب باش نحاول ندوز الابرو، هي اكبر شهاده في برو لايسنس، شهاده ديال التدريب في كره القدم. تنظن كيف قلت لك، لان الجواب هو ان صحيح كاين عروض، كاين ثلاث عروض رسميه، ولكن كيف قلت كيف سبق لي قلت وتنقول بانني محتاج للراحه، ضروري انني نرتاح رفقه العائله ديالي، لان تأنس حاجه، لان الفتره الماضيه كانت اصعب بشكل كبير، وهذه الشواهد غتكون معايشه لبعض الانديه الاوروبيه اللي تضم مدربين خداو شهاده ديال التدريب معايا في الكورس في انجلترا، الان تيدربوا انديه كبرى عالميه. غير واحد نقطه صغيره، هو ان ان شاء الله الرجوع ديالي ان شاء الله يكون كمدرب ان شاء الله، وتنقول جمال سلامي حدا راسك رجع. مرحبا بك. مرحبا بك. اذا رساله نختموا معك رساله، لمن توجه رسالتك؟ اول حاجه تنبغي نشكر الجماهير، لان وقفت معايا وساندتني ساعدتنا كاملين، لكن ساعدتني في واحد الوقت اللي هو صعيب بشكل كبير، فلهذا تنبغي نوجه الشكر ديالها. وكنت دائما وابدا فالعمل ديالي رفقه في اطار تقني كبير كجمال سلامي، هشام بوشروان، احمد العيني، جواد صبري، الحاج دحنان وطنطاوي، اسماء كثيره، ولا الاداره، مستوى كبير. تنبغي نشكرهم على المساعده والمسانده، وتنبغي نشكر شكر خاص للاعبين اللي كان احترام كبير بيناتنا، عندهم طاقات كبيره ما يعطيو ان شاء الله، والالقاب تنتظرهم في الطريق ان شاء الله، كما تتمنى ان طريق رجاء البيضاوي او فريق رجاء البيضاوي انه يفوز بالقاب، لان المكانه المرموقه والمكانه الخاصه ديال نادي كبير مثل رجاء البيضاوي هو الالقاب والبطولات. كنت سبق لي شرط وتنشير ونعاود نشير بان صحيح انا قدمت استقالتي وتوقفت العمل ديالي داخل رجاء البيضاوي، ولكن اقسم بالله العظيم ان حبي وغيرتي
عمره ما توقف على هذا النادي الكبير. نعم شكرا لك على هذه العواطف نبيلة. سي يوسف السفري نتمنى لك التوفيق والارتباط ديالك بعائلتك الان، ترتاح وعاود عاود عاوتاني تفتح صفحه جديده وترجع يعني بنفس اخر وبقوه اخرى ولياقه اخرى. شكرا لك يوسف السفري. شكرا لك نعم. نعم شكرا سي جمال. نعم الان نرجعوا معك جمال لهذا يعني المسار كيف قلنا من نوفمبر الى نوفمبر حققتوا هذه النتائج، ولكن كانت بعض الامور اللي كانت صعيبه من بينها كورونا من بينها قبل من كورونا سي محمد كان نعم. هناك الاصابه ديال اللاعبين لان مجموعه ديال اللاعبين مهمين في الفريق تصابوا وعاودوا عاوتاني تصابوا مره اخرى واللائحة كانت محدودة. تقريبا واحد 18 واحد ابراهيم اللي تصابوا هذا في كورونا. في كورونا لا احنا من قبل دابا اللائحة احنا ماشي اللي احنا ماشي احنا اللي اختارين اللاعبين، ماشي احنا اللي اختارين اللائحة الإفريقية، ماشي احنا اللي اختارين اللائحة العربية، وبالتالي جات واحد الوقت اللي ولينا مضطرين اننا نشوفوا اللاعبين الشبان اللي ما كاينينش في هذوك اللوائح، ولقينا بان كاينين اللاعبين اللي استحقوا انهم تعطاهم فرصه، كانوا مغبونين، كانوا تنظن كانوا توحنا نديها فيهم، منهم زريده، منهم سكحال، لاعبين اللي مميز. زريده عطانا واحد الحلول كثيره في جميع المباريات اللي لعبنا فيهم، و وتنشكروا الناس لا بشعيم مباركي لا رضوان حجري لا نبيل مسلوب لا هشام بوشروان لا جميع المدربين ديال الفئات الصغرى ديال الرجاء، لان الرجاء عندها طاقات وعندها لاعبين اللي ممكن انهم يلعبوا في الفريق الاول. على ذكر عبد الاله مذكور تنذكر اول مره لعبته مع الترجي هنا في الدار البيضاء، فكما قلت يخرجوا الماس تيقول له السيوفه تيقول بغى يحرق اللعاب بغى يدير اللعاب هادي، وهو لعب نصف نهائي ديال عصبة الأبطال، وكل شيء الآن تيتنبأ لي بمستقبل كبير. إلا كان جمال السلامي خواف تنظن نقلبوا على شي مدرب شجاع اللي تيلعب لعاب عنده 19 عام في نصف نهائي ديال عصبة الأبطال وزريدة ويلعب لاعبين بحال الهبطي ويلعب. عانينا من البرمجه لان كان اكراه كبير ديال البرمجه، وهادشي كله عاشو الجمهور ديال الرجاء والمتتبعين. الحمد لله الاختيارات ديالنا مع الوقت الكل عرف بان اختيارات كانت موفقه الحمد لله توفيق من الله، لان في البطوله الوطنيه سمحنا في بعض المباريات كالمباراه ديال الفتح والمباراه ديال الجيش لعبنا فيهم، والمباراه ديال واتزم لعبنا فيهم لعابه صغار، وعطينا فرصه للاعبين الاخرين المهمين باش يسترحوا، لان كانت تابعنا تنقل المباراه الفتح كان عندنا تنقل الجزائر، ثم المباراه ديال الجيش كان عندنا تنقل لتونس. ضحينا بهذوك جوج ديال المباريات وبقينا غاديين في لاكورس في كاس محمد السادس الانديه الابطال اللي حنا واصلين نصف النهائي، وكذلك تاهلنا من مجموعه صعيبه في عصبه الابطال، لان كنا واجهنا الترجي البطل وخرجنا ونهزمنا في اول مباراه في الدار البيضاء، ثم اننا استطعنا اننا نحقوا تاهل قبل من جوله من النهايه، وبالتالي تنظن بان توصل للنصف النهائي بعد ما تقصي مازيمبي، فتنظن بان هذا انا بالنسبه لي سي محمد من تشوف الفرق اللي تاهلت للتومون واللي وصلت دابا النهائي، تنظن اذا درنا الترتيب ممكن تكون مازيمبي قبل من الاهلي او يكونوا بجوج، لان مازيمبي من اقوى الفرق اللي واجهناها واقوى الفرق اللي كاين على الصعيد الافريقي، لا من ناحيه ديال التركيبه البشريه ديالها ولا من ناحيه ديال القوه في الملعب ديالها. تنظن بان الوصول ديالنا للنصف النهائي فهو انجاز بالنسبه لي شخصيا، انجاز من بعد فتره طويله ديال الغياب، لان 15 عام فريق الرجاء ما وصلش للنصف النهائي ديال عصبه الابطال. هذه خطوه، احنا ما تنقولوش
بان هذا هو النهايه ديال الطريق، ولكن خطوه لان باش توصل. والبطوله من 2012-2013 حتى هي رجوع ايضا بطبيعه الحال. تنظن بان نصف نهائي ديال عصبه الابطال فلازم انك تمرس على عصبه الابطال باش تقدر انك تفوز به، لان الى جينا نشوفوا الان الاهلي وصل النهائي، فالاهلي شحال مره داته مؤخرا، ولكن الفريق تيلعب مرة توصل نصف نهائي ومرة تخرج من توصل نهائي وما تيفوش مرة تيفوز، وبالتالي اللاعبين عندهم متمرسين على هذه المسابقة، وبالتالي حتى فريق الرجاء باش يفوز بهذه المسابقة خصو يتمرس عليها ومن بعد ممكن يفوز بها. بالنسبة للبطولة ممكن نتكلموا عليها. نعم نتكلموا عليها، غير كيبان على أن كانت واحد مجموعة ديال الإكرات. كنشوفوا مثلا عبد الإله الحفيظي 7 ديال المقابلات فقط في الدوري، لأنك رجع من 8 شهور اللي كان في قطر، كان يعني كان حاسم وكانت قراراته حاسمة بالأهداف ديالو. كنلقاو بعض الأسماء، كنلقاو رحيمي سفيان الرحيمي شارك في 30 مقابلة في البطولة 30 مقابلة في البطولة، 10 ديال الأهداف، إضافة إلى تمريرات كثيرة حاسمة، وخاصة ملي كتشوفو كيوقع لك شي قرارات راه رد الفرقه يعني فواحد المنافسه. سفيان انت كتقول حنا صافي ما بقى والو، كيخرج واحد ولد يعرق. ايوا راه ولد الرجاء. ولد الرجاء. الرجاء ولد التيران. عندنا شرنا لهذا الشيء، قلنا اللي كانت موقفه البطوله وراه ما توقفش، بقى كيتريني هو التيران خاوي عنده. ايوا الحمد لله هذاك الشيء، هو دابا مع المنتخب الاول. يعني هو الجزاء ديالو. ها هو دابا كاين مع المنتخب الاول، يعني شوف سفيان فين كان وشوف سفيان فين ولا، يعني متابر تيشتغل الجديه والراس صغير واللعبه كلهم تياخذهم بحال خوتو الكبار تسمع ليهم. هذا شيء مهم، هادو قيم اللي تتخلي اللاعب ممكن انه يوصل في مسار ديالو الطموحات ديالو اللي تيقلب عليها. بالنسبه للاعبين راه عبد الإله حفيظي كان مصاب، وباش يرجع للمستوى ديالو خاصو تدرج في المنافسه. لاعب مميز، لاعب اللي ولا عنده درايه بالجسم ديالو بالاشنو خصو، وبالتالي حنا تنتعامل معاه في حدود المعطيات، تنخليو ليه واحد الهامش ديالو هو خاص ديال الابداع ديالو الابداع وديال المعرفه ديالو براسو، لانه خصك تتعامل مع اللاعبين المميزين، لا هو لا محسن لا بادر لا زنيتي لا عبد الرحيم شاكير، هذو لاعبين اللي كانوا مهمين جدا في تقديم المجموعه. هذاك زنيتي كان تيقلب على لقب ياك، كان خاصو لقب ديال البطوله. كان وعدو لا هو لا شاكير، كان تيقلب على لقب في البطوله. الحمد لله انهم انا هذا اللقب ومظلوم. انا كيبان لي زنيتي مظلوم، لان شحال هذه كان خاصو يكون في المنتخب الوطني المغربي، وشحال هذه شفنا شنو حقق في فاس وشنو حقق مع المغرب الفاسي، خصوصا لانه في واحد الظرفيه عشنا ازمه حراس داخل المنتخب الوطني المغربي، وكان واحد من ابرز الحراس اللي كانوا على الصعيد الوطني، والاكثر من ذلك لانه يعني ذاك الشكل ديال الحارس العصري انه صعيب اليوم، لان اذا شفنا يلا المدرسه الالمانيه اللي كتعطينا ذوك الحراس اللي كيلعبوا برجليهم بطريقه جيده. نعم. ومنهم الزنيتي الان. فاصل قصير ثم غادي نرجعوا وغادي نستمروا في الحوار ماشي، ثم كتعاود تستأنف وقتاش امنتوا باللي راه يمكن يعني تفوزوا، لان واحد الوقيته بديتوا كتبعدوا شويه من اللقب. لا حنا اللقب كنا بعاد عليه وزدتو كتبعدوا ثاني مع الجائحه، مع لان مني تعاود تعطات الانطلاقه ديال البطوله مره ثانيه، فحتى واحد ما كان تيظن بان فريق الرجاء غادي يفوز بالبطوله. زعما هذا واقع، حنا وضعنا واحد التصور لاعداد اللاعبين، الحمد لله ان هذاك الشيء اللي درناه كله الحمد لله كان التوفيق من الله، بان بان هذاك الشيء التصور اللي كنا وضعنا والاستراتيجيه اللي وضعنا فكانت صائبه. قمنا بتدوير اللاعبين، حققنا نتائج ايجابيه مع انطلاق ديال الممارسه. كان عندنا ضغط ديال المباريات، لان لعبنا 7 ديال المباريات في 3 ديال الاسابيع. الحمد لله استطعنا اننا نحققوا نتائج ايجابيه، واللاعبين فهموا بان هذاك الشيء اللي درناه في التدوير ديالهم فهو
مهم باش ما يتصابوش من اللاعبين. لان في واحد الوقيته كنتي كتجي كتلقى واحد أربعة ولا خمسة ديال الضباط، كتلقى السفري، كتلقى متولي حافظي عمر بوطيب، هذاك في البونتوش كتلقى ولكن هذا كله الثقه اللي بينه وبين ما كاينش، وفيه هدوء هذوك اللعابه قبلوا انهم فيه هدوء، ان اللاعبين خصك تتعامل معهم بشكل جيد، خص بعديك تكسب الثقه ديالهم باش من بعد من تتكلم معهم كاين مصداقيه، كاين مصداقيه في الكلام وفي الخطاب، ثم شنو اللي تزيد يقوي ديك المصداقيه هو النتائج. النتيجه يعني ملي تجي داكشي اللي تتكلم معاه عليه والتصور اللي تتقول ليه ملي تيتحقق صافي هو تيمشي معك في الخط، وبالتالي هذا الشيء كله كان مهم بالنسبه لنا ملي تحققوا النتائج فاللاعبين يبداو تيامنوا. من بعد ما تسالت هذيك سبعه ديال المباريات ثم ما ننساوش بان قبل مني كان الكونفينمون مني كان الحجر الصحي وهذاك الشيء، فاحنا كنا احنا اول فريق دار هذاك التواصل ديال المجموعه، فاحنا كنا تنحافظوا على دوك الروابط اللي كاين مع اللاعبين، تنحاولوا نزيلوا قدر المستطاع هذوك الحواجز الاجتماعيه تنقربوها باش نبقاو دائما كعائله، تنقتسموا المشاكل، تنشاركوا اللاعبين في الفرحه ديالهم، وتنقتسموا معاهم الاوقات الصعبه اللي تعيشوها لا كافراد ولا كمجموعه، وبالتالي هذاك التواصل ديالنا معاهم خلال هذيك الفتره اللي كانت صعيبه فخلاتنا اننا نلقاوهم مهيئين من الناحيه النفسيه لهذا التباري هذا. ثم الجميع تذكر بان ملي خدينا الايقاع ديال التباري عاوتاني توقفنا واحد الشهر. نعم، غادي نشاركوا معنا زميلنا الصحفي والاستاذ من الرواد الرئيس السابق للجمعيه المغربيه الصحافه الرياضيه والرجل الذي اندر حياته خدمه للراي وكان في جريده الراي ايضا في لوبينيون لي بوين سور ليزي. شكون هذا؟ سي نجيب السلمي. نجيب السلمي حضر معايا في القنصليه الالمانيه فاش خديت اول ديبلوم. اول ديبلوم قال لي كنت يلاه جيت من هنيف وكان حاضر مع السفير. ونشوف دابا هو اللي عطاك ذاك الدبلوم واش راضي عليك ولا ما راضيش، ولا يقول لك السيده جداني نعطيه انا كاع الدبلوم. كان هو استاذ الحق من دوزه كان حاضر. سي نجيب عندك شي حاجه انا السلامي كنقدرو. الله يحفظك السي نجيب. وانا جاي معك في هذا البرنامج على ود السي على السلامي. بارك الله فيك السي نجيب. وكاين واحد الراجا هو اللي داني ذاك النهار ديك القنصليه. شكون هو؟ سي عبد الرحمن مذكوري رحمه الله. الله يرحمه. اللي كان مدير كان مدير مجمع الفور في الشبور هذيك الايامات في الشبور الرياضه. نعم والعداء السابق. نعم العداء السابق. اليوم راه سفارة الألمان ماشي كانت سفارة ماشي قنصلية، سفير الألمان. السفير سفير. كان ذاك الوقت أنا ذاك ديك السفارة كانت قدام الولاية تاع الرباط هنا. أييه. هذيك راه مع الصباح يسلموا لي الدبلوم ديالو اللي يذبح في كولون، راه قليل اللي كيغطي في كولون. محمد مالي. وكان ذاك الوقت عبد الرحمن الذكوري اللي كان ذاك الوقت في الألمان قال لي راه وراه يسلموا لي الدبلوم في الصباح. وجي معايا قلت والله ودي مشينا. بارك الله فيك السي نجيب. وبلية سي سلامي هذاك الوقت عرفت سلامي ندير بحال شي لعب تاع التنس ولا تاع شي حاجه ما كاين عين انيق ولا لا باقي انيق باقي لا ما عندي ما نقول بارك الله عليك المعلم الله يحفظك السي نجيب. وفيليسيتاسيون من ذاك الوقت ما شتيك انا واخيرا نطلق به بارك الله عليك اللي بطلت في المغرب تاع 2020 برافو عليك بارك الله فيك السي نجيب شكرا شكرا نعم ومازال ان شاء الله ومازال واش فكرني عافاك السلامي اللي عندك فوق السلم ديال الدبلوم في سفارة الألمان 2005 الله اكبر الان يعني فريق بطل فريق وصل للنصف النهائي فريق لان احنا اليوم في شهر ديال نوفمبر جمال السلامي خدا المسؤوليه ديال تدريب الرجاء في نوفمبر 2019 وفي نوفمبر 2020 تنقراو الحصيله دابا كيفاش كانت كاين اللي تتبان لي على ان الحصيله قبيحه بدون ما ياخذ بعين الاعتبار ان كاين الجائحه وكاين كورونا وكاين الاصابات ديال اللعابه وكاين التنافس واش هذه يعني كاين فريق واحد اللي راه 16 فرقه كلها بغات تكون بطله السي نجيب ماشي وهذه كره القدم وراه كاينه واحد القضيه اللي عشتها انا
واللي عايشه راه ما يمكنش الواحد يتحكم في كرة القدم ولا يتحكم في المدير ولا يتحكم في فرقه. نهضروا على الرجاء لان الموضوع ديالنا هو الرجاء. نعم الرجاء ديالك من الرجاء. يلا قول لي ديالك من الرجاء. الرجاء انا اليوم في الصباح لقيت مع بعض الناس يقول لك الرجاء انا ديالي هادو رباطيين هادو الاخير. ملي كتقول لهم السلامي تقول لك واري السلامي الله يهدي بدلنا مع متولي ومتولي هادي وما كانش غير ما كانش هادشي كله راه ضحوكي. راه كرة القدم راه كرة القدم راه واحد القوة واحد القوة اجتماعية اقتصادية ما عندهاش واحد المثال. نعم راه هذاك بلاطير لا يذكروا بالخير راه كان قال لي انا ما عندي مشكل قال لي ولا فيفا قال لي ما عندي مشكل انا انا واحد السيد كنسير واحد الحاجه اللي كتدخل الفلوس المطار بها لانه هو ملي مشى راه خلى 4000 مليار تاع الدولار راه هذه راه كاينه 4000 مليار تاع الدولار في فيفا وقال لهم انا باش عايش عايش انا غير بهذ المشاكل تاع الكره القدم لي زيموسيون ديال الفرنساويه لا هذا خسر هذا ربح البارح مثلا البارح البارح كل ما كانش ذاك واحد اليوجيك اللي كيعرفوا مزيان السلامي لان كان هو بالرجاء كل كان يدخل الوالدين واحد اليوجيك نهضروا على حاجه اخرى من بعد كل خسرنا مع شحال من مره الفريق الوطني المغربي خسر مع فرق اللي اقل منه لانه وقع ما وقع الحمد لله البارح خرجنا بربعه لواحد ومن الناس كيهضروا اشنو هي غد نقول لك افريكان لان خاصني نقول لك سميتها فرنسا وهي ماشي افريقيا الوسطى سميتها ار بي خاصني نقول لك افريكان ملي واحد يبغي يكسر يقول لك ويلي واش اللاعب اللي هو رومبلاسون في الكوكب مارك علينا راه مارك عليك حتى شي واحد غادي يهز الرقيه مارك عليك كرة القدم هذه راه مارادونا والارجنتين شامبيون دي موند يلعبوا مع الكاميرون ويربحوا من الكاميرون نعم راه في 70 المغرب اول مقابله غيلعب في كاس العالم في التاريخ اول فرقه افريقيه غيلعب في التاريخ في 70 في كاس العالم كان غيربح الالمان وربح 70 دقيقه نعم الالمان واجي انت في استاد ديال الكره بقى تقول لي لا كان يبدل كان يدير ما كاينش هادشي كره القدم غير واحد خصو يحترمها احترمها واحترم الناس اللي يخدموا فيها واللي يعاون الناس اللي يخدموا فيها واللي يعاون الناس اللي خدامين مع الرجاء الرجاء راه فرقه كبيره قداش واعره فين يبان رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومه ولا شي حاجه تكون مشير تاع الرجاء ولا مدير تاع الرجاء اللي يعاونك اللي يعاونك لان كل شيء عنده الحق في الرجاء كل شيء عنده الحق في الرجاء الرجاء النهار اللي ربحات لعبت الفينال تاع كاس العالم في مراكش راه البلاد كلها تقلبات النهار اللي كانت الرجاء لعبات كاس محمد السادس وشال ديك المقابله اللي دخل كانوا الوداد رابحين الرجاء طاحنين ما كاينينش في الدنيا تولد الرجاء مديرها ليغاليزاسيون ودازوا وقصوا الوداد راه شكون اللي دار هادشي ولا ملي حنا بدينا قبل الكوفيد يمكن الدكتور كتدخل لي ولكن ما كانش الوداد سايت الراجل في الدقات نعم ايوا في الدقات وفي التالي الراجا هي اللي شامبيون دي ماروك علاش لان الوداد فلت واحد الفيد ما نعرفش كان على دقيقه الوداد غيديها راه الوداد فرقه كبيره والرجاء فرقه كبيره وما كاينش بقاو حنا نتبعوا البلاد لا راه متولين دابز راه غلطه راه كاين يبدل راه كاين غير تخربيخ هذا راه ما يمكنش واحد يحكي بكره القدم كره القدم راه كتغير كل دقيقه كل دقيقه راه تكون مدير التكتيك اللي بغيتي واحد باش يبلوكي بالانتيير دي بلاي دبرو في الركبه وتولي خاسر راه حنا كنا احسن فرقه نقول هذيك عزيزي وغنمشي لواحد الاتجاه اخر لان تبقى في الحال 2018 كان عندنا احسن فرقه في كاس العالم انا كنقولها لاعبين مع الايران خاصو يخسر ب 30-0 لجنه شؤون المقابله بالدم بارد ولا الايران ربحنا بواحد زيرو باش بواحد البيت ديال بواحد الدوز ها ديال لاعب بواحد الدوز اللي سجل ضد والله يقولها واحد الكفرون اللي ما كاينش نعم
لان حتى واحد ما تذكر هذاك الاربيت اللي جاي تحل الفريق الوطني، ولكن كلشي ذاك الوقت كلشي حالف على رونار 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 رونار. سيمانه من بعد الفريق الوطني دار حاله في اسبانيا. نعم بقى معايا جمال نجيب، نجيب بقى معايا وجمال بغى يدير معاك. انا معاك انا معاك دابا دابا تجي قلب عليا وانا شحال المشاكل واش بديك دابا. لا والو غنشوف لك انا لاش نقلب عليك. مرحبا بس انا معاك سي نجيب. بارك الله عليك سي سلامي. الله يعاونك. الله يحفظك. تواصل مع المتولي وعاش الرجاء. دابا طبعا دابا طبعا الحي دابا دابا النتيجه ملي تتكون نتيجه ايجابيه تقاسمها الجميع، ولكن ملي تتكون نتيجه سلبيه فالمسؤول الاول هو المدرب، ولكن في اطار واحد الاستراتيجيه. دابا حنا تنحلموا باش يكون عندنا تصور رياضي للانديه ديالنا، ويكون عندنا اهداف واضحين ونمشيو نحققوا هذوك الاهداف من خلال الاستراتيجيه اللي موضوعه. دابا مثلا دابا مثلا احسن مدرب في 2019 في العالم هو يورغن كلوب. يورغن كلوب جابته ليفربول في 2016، جا لقى الفرقه لاعبه وصل النهايه ديال اليوفا وخسر، وصل النهايه ديال لاكوب ديال لاليغ ديال الانجليز وخسر، ولكن العام الاخر اعطاوه الامكانيات باش 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 يحسن الفرقه. في 2018 وصل لفينال شامبيونز ليغ وخسر، وفي الشامبيونة آخر دورة خسر الشامبيونة بنقطة، وعاودوا جددوا فيه الثقة وعطاو الفلوس وقالوا لي احنا ثقين فيك وخدم، ومشى جاب شامبيونز ليغ وجاب الشامبيونة ودا أحسن مدرب في العالم. أكثر من ذلك سي سلامي. احنا دابا مثلا نعم سي ناجي أنا عندي واحد المثال للألمان لاليمان، راه حيت هذا هو من لاليمان. لاليمان لاليمان يلاه ديك لاليمان اللي كلشي كيهضر عليها، لا طوموبيله تاع لا طوموبيله تاع لا كلشي لا راديو تيقول لك واش شوف الالمان واش الالمان الى اخره اللي يهضر تاع يقول لك الالمان. نظموا كاس العالم تاع 2006 نعم ياك، وعندهم ذاك المدرب ديالهم كلينسمان. لا ماشي كلينسمان، كان جاء هذا بعد هذا اللي كيدير هذاك التريكو لوف، ولاعبين نص النهايه هما في الالمان لاعبين ضد الطاليان. نعم وخسروا مع الطاليان في النهايه. باك عاقل مارك بيت ماركا واخيلا بيرلو والاخر دار بيرو 2-0 فوقاش هادشي في 2006 فيستي الالمان تخسر في كاس العالم اللي منظمها، ودار كاس العالم اللي غيدي الطاليان اللي غيربح فرنسا في الفينال في البنالتيات. دابا حنا في 2020 من بعد اجر في الالمان نفس المدرب نفس المدرب ما عرفتش سميتو ذاك ذاك كتخوني لوف لوف. هذا كان لا هذا كان هذا كان هذيك الساعه كان ادجوان ديال كلينسمان. هذا الادجوان تاع كلينسمان هو اللي واللي خدعه الثاني من بعد 2014 ما عرفت في البرازيل قدام الارجنتين. نعم واش حايب هذا الله اعطيني انا اي مدرب في المغرب نظموا حنا كاس العالم نقولوا نظموا كاس العالم ونخسروا ونخسروا ماتش حنا في التيران ديالنا. عاود واحد النقطه اللي سمحتوا لي فاريا الله رحمه الله اللي كتعرفوا مزيان وكيعرفوا المغاربه كلهم. فاريا واحد النهار جات معاه وكان شي عبد الكريم الثمالي تا هو الله يرحمه، مره كتب شي حاجه كانت شي مناسبه قال له فاريا سي دوماج قال لي كوكو قلت له سي دوماج كنا حنا في كاس العالم 86 دزنا الدوزيام تور وخسرنا مع الالمان في اخر دقيقه كنا ندوزو وكنا يمكن نوصلو بعيد لان بري غندوزو غنلعبو مع المكسيك مع فرنسا غنربحو الى اخره. لا 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 بركه سي توت بركه بركه. قال لي بوركوا؟ قال لي اون فا باسي قال لي اون جان الالمان ابري كارد فينال اون جو مكسيك هذيك الهضره ديالتو اودو مكسيك اون كان مكسيك دمي فينال ماروك فرنسا. قال لي لي ماروكاي فون اكلاتي لا فرنسا باسكو سي كوم سا يعني كون جو كونتر لا فرنسا اون باس فينال ماروك ليون دو لاتلاس فينال دو كوب دي موند اون 86 كونتر بريزيل اون بير 1-0 كونتر البريزيل اون فينال. قال لي فريا رومبوي وغادي يدير فريا
أبوي لما تصنطيو بريدي يعني يتريني عنكم سبارك عليكم السلام عليكم الله يرحمه الله يرحمه هذه الحالة المدربة نعم سيدي إذا احنا شو سنجم احنا قابلين كان يديكم محمد الشيشي الأخيري أقول لك واخسرنا مع الزمالك ولكن عندي واحد ملاحظة على الزمالك ولكن خليكم تسولوا لي قال لي واحد المحب محب تاع الرجاء ومحب تاع السلمي قال لي عافاك نقولها لي الو وتفضل وتفضل قول عليه لا قولها لي انا قوة بغينا نسمعوها قال لي يا السلمي هذيك راح تعرموه فوق راسنا ودينا مع البطوله تبارك الله عليه ولكن هو دا البطوله علاش مشاو داروا احتفال كبير وهالولايه هذه وطلق اللعبه يرتاحوا وحنا عندنا الزمالك اللي كيتسناو وكيتسنى الكوبي توينا غادي نعيين عند الزمالك وغادي ونوصل على اللعبه كنطوم الكوبي ومشينا 10 ايام من بعد ملي سينا البطوله كنا غنلعبوا مع كاس افريقيا كان يبقاو اللعبه كيما درنا المان حنا رجعنا للالمان قال لك باير دومينيك دار سيدي ليغ دي شامبيون ربحوا ليغ دي شامبيون نادي ورومينيكي قد نسمعوه ربحتوا ليغ دي شامبيون هادشي راه عادي بالنسبه للبايرن غنختلفوا بيناتنا وراه عندنا البطوله غتبدا من 10 ايام يلا كلشي بقى كونسونتري قال لك 10 ايام من بعد خلطوا واحد الفرقه الاولى اللي جاتهم في البطوله على المعطى وثمانيه لجوج قال لك ما كاين لا كشوش لا تبارك الله عليك لا شي حاجه قال لك حنا كنحتفلوا بزاف والو الاحتفال ديال وصلت نعم إذن شكرا ممكن يكون عنده الحق لأن أي حاجة من جهة تبغي تأخذ القرار تدرس القرار ولكن النتيجة ديال القرار تتبان تال من بعد وتيقول لك ما كانش خاصهم ياخذوا ديك الفترة شحال هي 4 أيام ولا شحال يومين لأن الظروف اللي كانت هذيك الوقت والقرار اللي تخاذ بناء على واحد المعطيات وممكن من بعد بان بان هذاك القرار كان غير موفق لان من بعد منه ولكن قبل منه كان خصك تاخذ قرار نعم كانت اصابات من قبل اذا شكرا لك ما عندناش مشكل اننا نعترفوا بان شي حاجه درناها وكانت ماشي هذيك نعم شكرا نجيب مرحبا بعد اولا نشوف احنا جنا سي جمال السلامي وجعنا مرحبا ويلي سي جمال السلامي راه التواضع والكفاءه خلينا من ديك الهضره كلها تاع الزناقي بارك الله فيك راه مدير واحد المنصب دابا مدرب تاع الرجاء راه هربوا من شحال واحد هرب راه هربوا هربوا اول هضره داكور حنا هربوا قال لك انا مستقانة بزاف عليا انا خدمت الناس ارتاح راه شحال واحد ما كاينش تسميهم خليه قال لك تكرم ما تسميش نعم راه السلامي راه ان شاء الله بحول الله انا شفت المصير ديالو مع الفتح راه مع الفتح كان غيكون الشامبيون على ميتو مع تيتوان على ميتو 2012-2013 اكزاكت هنا التيران كومت مع عبد الله واكبر مقابله داز اخر مقابله الفتح مع المغرب تطواني كان كيدير مع العامري راه عمر التيران تاع الكومت مع عبد الله ما عمر في البطوله في البطوله 30 الف متفرج اللي جاوا من 30 ألف متفرج جاو من تطوان نزلوا دابا قبل من جمال قبل من جمال راه كانوا 11 المدرب ياك ما 11 المدرب ما داولوا وقيله وهادي لا يهدي الوداد والرجال لا يهديهم بهذا الشيء تاع تبديل المدربين ولا هاد الانتدابات وهاد الشيء كله وعي عباد الله انا كنظن ولا يسمح لي يمكن انا ما عرفتش ما راه الرجاء ولا الوداد ما حسهم حتى بلعاب بارك عليهم السنيه ديالهم واش دابا كندبزوا وقالت دابا الناس يعيبوا على جواد زياد وعلاش ما يغيبش ويعتق فلوس ولكن هذاك اللي حداه جارو الناصيري راه ندير سياسه خاصو ينسي الجمهور ديالو بانما ما كانش بطل راه يمكن يصير 100 لعاب ولكن الرجاء علاش تشري اللعابه علاش كاع لا 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 سي ناجي
شفت بانه باغي يلعب جديد في الفرقه. بطبيعه الحال خصنا نقويو بعض المراكز لان الاستحقاقات اللي جايه فريق الرجاء ففريق اللي دائما خصو يلعب على الالقاب، خاصه دابا هو بطل. دابا هو بطل ما يمكنش الموسم الجاي ما يلعب على يكتفي باللاعب السوري، فهمتي؟ فريق الرجاء فريق اللي خصو اللي فريق عنده جمهور كبير، وفريق الرجاء عنده الالقاب، فريق تيلعب على الالقاب، وبالتالي خصو يدعم بعض المراكز اللي فيها الخصاص باش العام الجاي عاوتاني يلعب على الالقاب. لان واش غادي تقول المتولي غادي ما نلعبوا على والو، ولا حفيظي ولا زنيتي ولا شاكير ولا عندنا لاعبين ولا قلب الهجوم اللي عندنا مالانغو ولا اللعابه اللي جبنا، فاحنا ملي تيجيو عندنا لعابه ولا ملي تنطلعوا لعابه من 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 الشبان فاش يلعبوا مع تيجيو للراجل لعابه، هادشي حنا دابا تنستثمروه للمستقبل يقويو السيف ديالهم، لان دابا فريق الرجاء فريق تيلعب على الالقاب، وبالتالي ملي الرجاء فريق بطل الرجاء تيلعب شامبيونز ليغ، فهذوك الوليدات الصغيورين اللي تيجيو عندنا حنا المدرسه ديال الرجاء تيجي باش عنده مثال انه يوصل يولي بطل ديال المغرب، يوصل يولي بطل ديال افريقيا. معلوم هذا طموحات هذه وانا بدي تحترم. انا غاسمح لي واحد القضيه سي السلمي، اسمح لي. كل شيء تهضر على القوه تاع الفرقي تاع الدار البيضاء، سي فري هما الاولين بفضل الجمهور ديالهم الوداد والرجاء تيمثلوا المغرب، هم بلا هاد الفرق هادي ما غيكونش البطولة، لأن الوداد الرجاء شادين. ولكن ملي كتشوف من أن أحسن لاعب تاع الوداد وأحسن لاعب تاع الرجاء كيشرو مصر ما بقاش هضرة. الميزانيات عاوتاني الميزانيات يعني عبد الله ملي أحسن لاعب في الوداد بداو الأهلي وأحسن لاعب في الرجاء بداو الزمالك، وكنسمع بان يمكن يشرو النجليز وبدر بانون عنده واحد الكفاءه اللي يمكن يبان في النجليز ما بانش. واش حنا ملي عندنا حنا فرق يقدم قداش وما نقدوش نخوضوا احسن اللعابه ديالنا يجي يشرو مصريين وكيشرو فيران فاروس ولا شي حاجه نقول واخا، ولكن كيشرو مصر ومن بعد نكون نبكيو لان خسرنا مع فريق مصري راح نقل منهم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك صديقي وزميلي نجيب السلمي. تبارك الله سي نجيب. نعم غادي ناخذ فاصل ثم غادي نرجعوا نشوفوا. كانت اجتماعات ياك السي جمال، اجتماعات كثيره مكثفه. كانوا هناك واحد ثلاثة ديال الاجتماعات، ثلاثة اجتماعات مع المكتب. كانوا تيقولوا راه جمال السلمي دار الاستقالة، جمال السلمي تيتكلم الآن على الحاضر على المستقبل. لا ما عمري ما درت استقالة. نعم ما عمري ما درت استقالة. فاصل قصير ثم نمشيو. ام اف ام بلادنا كتدوز من اوقات صعيبة، كلنا مسؤولين، تعليمات واضحة، نقلوا من الخروج والاختلاط. مرحبا بالمستمعات والمستمعين للتواصل. سي جمال شحال ديال الاجتماعات عقدتو في هذه الفترة هذه من اللي رجعتوا من مصر؟ كانوا ثلاثة ديال الاجتماعات. كانت اجتماعات مهمة باش نوضعوا تصور المستقبل، باش نعرفوا شنو تينتظرنا. درنا حصيلة ديال الموسم ثم وضعنا تصور. في هذا الاجتماع ما كانش بدلتوا اللوم، لا انت اللي مسؤول، لا انت اللي درتي، لا انت اللي ما درتيش، لا اللعبة ما كاينش، لا هذا شي لوم بيناتكم وداك الصداعات، لا ما كاينش هادشي. الحمد لله. اول حاجه الرئيس جواد زيات انسان محترم، انسان محترم، كفاءه عاليه، وتنكلي كاع الاحترام، وتنشتغلوا في جو ديال المسؤوليه. الناس اللي كاينين في المكتب كاينين ناس اللي عندهم كفاءات ومشهود لهم في الاختصاص ديالهم. تنحترموا التخصص، تنحترموا كل واحد البلاصه ديالو. نعم نمشيو في ضربه وناخذوا معنا، غناخذوا السي بروك بن انزكان، هذا صديقنا. السلام عليكم السي محمد. عليكم السلام بروك. كنسلم على السي السلامي. مرحبا بالسي بروك. وكنطلب منه ما يتقلقش. الانجاز راه دارو في العام كامل
ماشي مقابله وحده على ثاني نقولوا السلامي داروا السلامي سأل وسؤال السي سلامي واش تصور معاه السي يوسف السفري تصور معاه في الاستقاله ولا لا؟ وشكرا اخويا. شكرا شكرا. قال لك واش تشاور معك السفري؟ هو خبرني ماشي تشاور معايا، خبرني بال ولكن كان قلق قبال قال لك على ان راه غادي خبرني بالقرار ديالو وقت طويل قبل قبل قال لي راه القرار ديالي وراه ملي غنسالي وغناخذ واحد الوقت ومن بعد غادي ضروري خصني نتوقف باش نرتاح شويه. نعم كان ايضا تحيه من عند عبد الغني سيف الدين الرجاوي والمسكون والصيدلاني قال لك انا كنت كنعاون باش قال لك نهيئوا كل شيء طبيعة الحال. مشكور سي عبد الغني ونتمناو ليه الصحه وطول العمر لان لازم واحد فتره صعبه تيبغي الرجاء على الرجاء و راه يلعب الماتش كامل دابا ملي تيجي تيجي بالله التيسير. نعم غن الرجل الدار البيضاء ناخذ معنا السي نور الدين. الو مساء الخير سي محمد ابو السالي. مساء الخير السي نور الدين. مساء الخير سي سلامي. هو معك مساء الخير السي نور الدين. هذا معك الجوي نور الدين سيدي محمد. اهلا سي الجوي. لاباس عليك سيدي مون. سيدي مون قلت لك سيدي محمد من ما تعتقدش انا كنعتقد بنفسي بان الخطا اللي ارتكب فريق الرجاء هو الوقت اللي خدات البطوله وطلقت اللعابه. هادشي راه يلاه دوينا عليه يلاه داز هادشي. لا هادو من الاخطاء اللي ارتكب فريق لان الوقت اللي بقات الفرحه ديال البطوله وتنسى. ما نظنش بان السي سلامي لانه لاعب كبير داز اللعب وكيعرف عقليه ديال اللاعب. انا كنعتقد في نظري تكلمتوا عليه او ما تكلمتوش عليه غير في اعتقادي بان الخطا الكبير هو الوقت اللي خلوا اللعابه وصرحوا اللعابه مشاو ديك ثلاث ايام ولا ثلاث يوم ولا سيمانه ولا شحال ما كانت عطات هذاك الخطا الاول. ثانيا نرجع للاستقاله ديال السي الشريف كنظن بان السي سلامي والمشاكل اللي دارت عليه هو مع السفري لان كيتقال بان السفري هز واحد الهم كبير فاش كانت هذيك الفتره لان كيقول كيتقال ماشي انا اللي كنقول المحبين الدراري كيقولوا بان ما كانش عنده واحد الاتفاق مع السي سفري حول الاستراحه اللي كانت فيها يوم ولا ثلاث ايام بعد البطوله يعني فاش داو البطوله. وشكرا سي محمد. نعم شكرا. انا راه كان معنا السفري مباشره قال لك راه متفقين كل شيء واللي مسؤول هو سي جمال سلامي. سي جمال في نفس الوقت ندوي على دوك التغييرات اللي كنتو درتو وكاين اللي تيقول لك هذوك التغيير كيعرفوا المدرب واللي يفسروا هو المدرب والتغيير شي واحد كيدير التغيير هو عارف علاش داير التغيير انت هو المدرب انت اللي عارف والتغيير يمكن يتناقش كل شيء كل واحد يكون عنده فيه راي. بطبيعه الحال كل واحد عنده الراي غير هو تغير مذكور بالشاكر ياك هذو هما المقابل مش ما ديال التغيير. لا دابا شحال لعبنا من ماتش السي محمد؟ كثر من 50 مباراه. لعبنا 26 ماتش في البطوله. كانت الفرقة لعبت ربعة قبل ما نجي قبل ما تمشي انت 26 مباراة في البطولة ثم 6 ديال عصبة الأبطال في المجموعة ثم 2 ديال المازيمبي ثم 2 ديال الزمالك هي 10 ثم مباريات ديال أبطال العرب أربعة هي شحال في المجموع؟ 40 مباراة ياك. كانوا فيها تغييرات ناجحه تغييرات اللي عطات الفريق تغييرات اللي قدمات الاضافه وبالتالي الا غنوضعوا واحد التغييرات في النسبه كامله ديال داكشي اللي ديال الموسم فممكن المدرب راه عنده واحد النسبه ديال انه ممكن يخطا نعم ممكن هو مجتمع ديال الخطا ممكن لا حيت المدرب ملي تيشتغل اهم حاجه تيشتغل عليها هو انه تقلص بعدا في العمل ديالك تتقلص النسبه ديال الانسيرتيتيود نعم ديال واش هذا الشيء غيكون ناجح ولا ما يكونش ناجح. نعم ناخذ معنا شعيب من الدار البيضاء. شعيب الو السلام عليكم. عليكم السلام سي شعيب. احتراماتي سي جمال سلامي والاخوه اللي كاينين في البلاطو. مرحبا ست دونك الاستاذ جمال بغيت نهضر معك في واحد النقاط شفتي اليوم في المداخله ديالك في البرنامج. نعم
وبغيت زعما نسولك عليهم الا كان ممكن. لا لا وانت معانا دابا انت معانا. شكرا. هذاك الشيء اللي بغيت تقولوا. واحد القضيه كنتي قلتيها ان نصف نهائي تشامبيونز ليغ هو انجاز بالنسبه لك. انا كنحترم ان هذا انجاز بالنسبه لك انت شخصيا. مي انا كرجاوي راه فرقتي هي الاكثر تتويجا قاريا في المغرب. دونك انت دابا انا رجاوي انا ما غاديش غادي نتكلموا. لا انا رجاوي وين متفق معك جدا. غير زعما راه هادشي حنا كرجاويين كنشوفوه راه شيئا ما تقديم للكيان للفرقه. دونك هذا من جهه. من جهه ثانيه بغيت الراي ديالك في انتدابات الشتويه اللي كانوا فاتوا حيت كانت قالت باللي السيد الرئيس كان عنده واحد لا ليست ديال اللاعبين اون فان كونط كان انتداب واحد وعلاش زعما واش انت كنت راضي بهادشي ولا كان ضغط ولا شنو المشكل بالضبط؟ نعم شكرا شعيب. لا بقات لي نقطه واحده عفاك الله يرحمك. لا شعيب مرحبا بك شعيب. شكرا شكرا. بالنسبه لواحد النقطه كنت اشرتي لها على اللاعب مذكور مع احترامي ليك زعما مذكور كان لاعب في الماتش ديال الترجي حيت ما كانش شاكر اللي هو خيار ثاني وما كانش دويك وعاد باش هو الخيار الوحيد المتاح في ديك الوقيته. دونك هادي كانت مغامره فهمتي ماشي عطيتي فرصه ولا هادي اللي هذا زعما ماشي عدم خوف. نعم ولكن راه هو الخيار الوحيد اللي كان. نعم شكرا شعيب. شكرا شكرا شعيب. انا تكلمت السي محمد على نصف النهائي كانجاز في اطار الزمن. الزمن نعم لانه في 15 سنه باش ترجع للمستوى الافريقي خاص تدرج. راه حيت هذا الشيء وقع لنا في مباراه ديال الترجي. انا تكلمت مع اللعابه قبل من المباراه ديال الترجي لان الرجاء اسم كبير. الاسم كبير والتاريخ كبير. هذا الشيء باش ديما ندير اون ريفيرونس ندير مقاربه باش الناس يفهموا. يورغن كلوب ملي جا ليفربول قال لهم نساو التاريخ لان التاريخ ليفربول شحال من عام دات البطوله اكثر من 10 سنين تنظن. قال لهم التاريخ بحال هاز معك واحد الساك عندك ساك عامر بالالقاب بالميداليات وداك الشيء وتهزو معك الا غتهزو وغتطلع به في الدروج غيتقل عليك. حنا غنطلعوا غادي نوصلوا للمستقبل بالماضي ولكن الا بقينا ديما هازين معنا داك الساك راه ما غنزيدوش راه ثقيل. الرجاء التاريخ ديالها ثقيل بالالقاب بالانجازات ولكن الا ما بغيناش نعرفوا بان حنا في هذا الوقت الراهين ها حنا فين واصلين باش نزيدوا للقدام خصنا نتخفوا من هذاك الشيء ونزيدوا لان قبل ما نلعبوا مع الترجي باش نهزمنا بجوج لصفر هنا في الدار البيضاء من بعد ما خرجنا من 4-4 حنا ماشي هما الترجي راه ربحنا الترجي في 99 في بلادهم وبالاربات ديالهم وبكل شيء والطرد ديال جيرين ولكن في الوقت الراهن كاين معطيات خصنا نحتارموا الوقت خصنا نحتارموا الوقت اللي حنا فيه باش نمشيو نبنيو المستقبل. راه كاين وصلنا للنصف النهائي ديال عصبه الابطال كخطوه باش من بعد نمشيو نجيبوه ولكن باش تمشي تجيبو راه خاص تدرج خاص الوقت. قال لك الاديب تيقول لك لا نستحم في النهر مرتين حيت الماء دايز ماشي في نفس الماء غادي تستحم الماء اللي عمتي فيه مشى هذاك الماء لا نستحم في النهر مرتين. نمشيو للسطات ناخذوا معنا السي بن داود. السلام عليكم. عليكم السلام سي بن داود. كيداير اخ محمد بخير هاني. الله يحفظك الله يبارك فيك. تحيه للسي ابراهيم وسي جمال. ها هو معك مرحبا. كيداير اخ جمال؟ الله يبارك فيك يا سيدي. الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك. انا السؤال الوحيد ديالي هو الخطا اللي ترتكب بالمحسن متولي والعرجون ملي خرجوا تما فين 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 كان الرجل ما كانش خاصهم يخرجوا. هذوك ما كانوش خاصهم يخرجوا راه حتى لاحظنا راه حنا كنا كنفرضوا راسنا من اللي الوقيته اللي خرجوا هما راه تما فين الضغط زاد علينا وتما كانوا هذوك الاصابات. نعم يلا شكرا بن داود تحيه لك وتحيه لمدينه سطات والله يشوف من حال النهضه سطات هي ترجع. تفضل يا جمال. بالنسبه للعرجون تغيرات هالو بالنسبه لاول حاجه
ملي تسجل عندنا الهدف فقبل من الهدف كان محسن تولي تيشير ليا باش نغير عمر العرجون. ما عرفتش عمر العرجون مالو، قال لي راه تيطلب التغيير لان ضراته ضروا لا ديكتور. ومن بعد موراها تسجل، من بعد ملي تسجل علينا الهدف جا عندي حافظي قال لي راه عمر العرجون راه تيعاني وراه خصو يخرج، راه ما عرفتوش مالو. هضرت مع محسن سولته قال لي راه ضراتو رجليه، طلبت منه انه يطيح للارض، يطيح للارض باش نغيروه. فاحنا غيرناه وغيرنا مع محسن لان تسجل عندنا الهدف كان خصنا نرجعوا في المباراه، كان خصنا نسجلوا. باش نسجلوا كان بالنسبه لي انا كنت نشوف انني خصني ندخل مهاجم اخر، لان كانوا عندنا يلا جوج المهاجمين وكان عندي خيار يا اما نخرج سفيان الرحيمي لان العطاء ديالو كان ماشي في مستوى ديال داكشي اللي كنا ننتظروا منه، ولكن سفيان الرحيمي تتقول اي كره ممكن تسجل منها، اي كره ممكن تجي من ماركا بيوتا في الدقائق الاخيره. فبقى واش نخرج محسن ولا نخرج حفيظي، اختاريت نخرج محسن ونخلي عبد الاله لان عبد الاله ممكن يعطي دي باس اون بروفوندور. وراه بانت لان ملي خرج محسن دخل محمود، لان محمود في المباراه ديال الذهاب نص ساعه الاخرى ملي دخل تبدل الماتش، وبالتالي دخلت محمود لان ملي دخل اول كره لعبها مع حفيظي راه مشى راس راس الجول. كنت ماركات هذيك الكره، كره وليت انا احسن مدرب في العالم. نعم يقولوا الاختيار الصائب، ولكن هذه هي الكره، هذه هي الكره. ناخذ السي عبد الله من الدار البيضاء. اهلا دكتور استاذ ابو السال. اهلا فين الطاكسي؟ وانا راه استاذ راسي جمال سلامي، راك ديري الطاكسي، راه صديق ديالنا ولد الاناره والله يعمرها دار ومرضي الوالدين والله يشافيه ويصبر. مرحبا. انا السي جمال هو اللي كنت لقيت معاك واحنا تدرب المنتخب، وقلت لك الوالد قلت لي دخل عنده الدار ودخل شتو. مزيان عاقل عليا ياك استاذ. عاقل هو عاقل عليك ملي ستاسيونيتي الطاكسي. وي راه هو الديكتور هو الدرب وتفرجنا فيه وملي كان في الحليب ولد الاناره، وكنتمنى ليه التوفيق استاذ ابو السهل، وكنتمنى يفوز بكاس العرب ان شاء الله والله يعاونو الله يسهل عليكم استاذ ابو السهل. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. هذا غير دعاوى، هذا بغى يفكرك، هذا صافي بغي يفكرك. كنتلقاو مكالمات عديدة مع المستمعين، غير صبروا علينا راه كاين ضغط على الهاتف. سي جمال، الشرط واش كاين شي شرط الان عن مع مع المكتب المسير حول الانتدابات ياك؟ لا لا كاين انتدابات جوج دابا اللي كاين. هذا السؤال اللي كان ضروري، لان حتى في يعني حنا كتوصلنا بهذا السؤال هذا من كل الانصار ديال فريق الرجاء، كل شيء كيسول واش جمال السلامي يعني مقتنع بالتركيبة البشرية الحالية أو لم بين الشروط ديالو كي قال الأستاذ أبو السال هو أنهم يكونوا انتدابات في المراكز ديال الخصاص، وشحال العدد ديالهم؟ احنا تكلمنا في الاجتماعات اللي درنا على أن عندنا تركيبة في المستوى، والدليل على أننا حققنا البطولة في ظل واحد المنافسة كبيرة في الوقت اللي كنا متخلفين بمجموعة ديال النقاط، فاحنا استطعنا اننا نمشيو باش نفوزوا ببطولة واننا ننافسوا حتى لاخر لحظة في المباراة اللي لعبنا مع الجيش، والكل تيشهد بان بطولة مستحقة بشكل كبير واشادة اللاعبين طبيعة الحال، باش اي فريق تيبحث على انه يحسن المستوى ديالو. وبالتالي حنا وضعنا تصور ديال مراكز خصاص في التركيبة البشرية باش ما نوقعوش في نفس المشاكل اللي وقعنا فيها السنة الماضية، وباش يكونوا نزيدوا نحسنوا من المستوى ديالنا، لأن الجمهور ديالنا باغي يرجع عاوتاني يفوز بالبطولة، باغي إن شاء الله يمشي بعيد في عصبة الأبطال، ولكن كهدف أولي عندنا في هذا الموسم هو أننا نفوزوا كمرحلة أولى بالمباراة ديال الإسماعيلي، لأن الفوز بالمباراة ديال الإسماعيلي إن شاء الله هنا في الدار البيضاء والتأهل للنهاية ديال كأس محمد السادس الأندية فهو هدف كبير بالنسبة للنادي، وبالتالي خصنا
نعزو بعض المراكز بلاعبين في المستوى. حددتوا شحال تقريبا في المراكز؟ لا احنا حددنا أربعة ديال المراكز في اطار الاجتماعات اللي كانت، فممكن يكونوا جوج ديال اللاعبين حتى الثلاثه في انتظار نشوفوا القناعات ديال اللاعبين اللي عندنا معهم تواصل، ثم على اساس ان في المرحله الثانيه اللي هي غيكون الميركاتو الشتوي لانه قريب، لان في شهر واحد غادي تفتح الميركاتو الشتوي ان شاء الله، تماك غادي يكون الوقت باش عندنا تصور وعندنا اسماء باش في الميركاتو الشتوي يجيو لعابه اخرين يضافوا على المجموعه. كاين اللي كيبغي يشري شي لعاب ولا شي بالسر الكتمان باش ما يدخلش. نمشيو للوجده ناخذوا معنا السي عبد المجيد. الو مساء الخير الاستاذ ابو سهل. مرحبا سيدي عبد المجيد. تحيه لك وتحيه للفريق ديال العمل في اذاعه ام اف ام والناس اللي معك في الطاطو سي المدرب سي جمال السلامي. هو معك سي مجد. فتماما سي جمال كنهنيوك بالفوز البطوله الوطنيه. شكرا. ومع الاسف ما كتب شيء انه في صفه الابطال لانه كانت ظروف لعب ضد الفريق في الاياب كانت تحكيم وفي كانت كورونا في الاياب كانت تحكيم. تمام لانه تعود ان شاء الله في كاس محمد السادس ان شاء الله نتمنوا تفوزوا بها. السؤال اللي كان عندي بحق جاوبتي عليه لانه هو فين وصلت انني نسولك على ملي جددتي العقد مع المكتب كان عندك شروط. ما جددتش العقد انا عندي عقد ديال موسمين. ديال موسمين تمام لانه جددت فيك الثقه باش تكمل الموسم الثاني. هذا هو اللي بغيت نقول لك. ولكن السؤال اللي كنت نطرح عليك يعني هو جاوبتي عليه ديال اللعابه اللي شرط كان عندك الشرط باش تجيب واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المراكز، وربما راه يمكن توافقتوا انه باش يكونوا اللعابه غادي تجيبهم باش يطعم الفريق ويكون الفوز ان شاء الله بحول الله بالالقاب ان شاء الله. شكرا سيدي. نعم شكرا. ابراهيم. نعم من بين نبقاو في الاسئله ديال الناس اكيد يسمعوا السي جمال السلامي جاء. مرحبا السي ابراهيم انا هنا باش نجاوب. لا يعني الانتدابات اللي تحدثت عليهم واش يعني اربعه ديال الانتدابات اربعه ديال الاماكن اللي تحدثت عليهم داخلين فيهم الان هاد اللاعبين اللي تم استقطاب ديالهم اللي هما وائل نوح السعداوي وكذلك الهدهودي، او لا من غير هاد اللاعبين هادو كاين اربعه ديال اللاعبين اخرين اللي محتاجهم الفريق تدعيم الصفوف ديالو. انا قلت لك ان لا نوح ومروان ما تنتكلموش عليهم، تنتكلموا على تصور ديال المجموعه. ف قلنا ان خاص اربعه ديال اللاعبين في ملي تكلمنا في الاجتماعات فكاين كأس محمد السادس للأندية الأبطال هي الأولوية وهذا تجي قبل من الميركاتو. حنا طلبنا أننا يكون عندنا لاعبين مميزين اللي غيقدروا يعطيو الإضافة. كاين تصور أولي هو أننا نمشيو نفوزوا بكأس محمد السادس للأندية لأن هي اللي غادا تعطينا واحد الانفراجة كبيرة من ناحية المادية باش النادي يقدر انه يستقطب لاعبين في المرحله الثانيه ديال الميركاتو الشتوي ان شاء الله، وكاينين اللاعبين اللي راغبين انهم يجيو لعندنا. نعم يعني وهاد الفتره اللي كنعيشوها هي استثنائيه، كتلاحظ على ان هذا اطول موسم. نعم في التوقفات وفي الجائحه وفي الحجر الصحي وفي الخوف وفي واحد العدد في الغياب ديال الجمهور. الان ما بين موسم وموسم المده قصيره، عطيتو اللاعبين تقريبا 11 ايام ولا شحال عطيتهم ديال الراحه باش يمكن تستأنفوا العمل ديالكم. هو سي محمد دابا يدوف يدخو دابا هذا الشيء نعانيو منه، ربما نعانيو منه حنا الفرق الثلاثه اللي شاركت في المسابقات الافريقيه، لان الفرق ديال البطوله فهي نهايه الموسم ديالها تقريبا في 17 في الشهر الماضي. نعم. وبالتالي حنا اللي بقينا يلاه سالينا، وثم اعطينا اللاعبين فتره ديال التوقف. كاين اللاعبين اللي مشاو مع المنتخب الاول، كاين اللاعبين اللي مشاو مع المنتخب المحلي، وبالتالي حتى هما ملي غينهيو المعسكر ديالهم فلازم واحد الوقيته ديال الراحه. وبالتالي هادشي علاش حنا تنتكلموا على تطعيم الفريق، لان هادشي ممكن دابا حتى شي واحد الان ما عارف شنا هما الحوايج اللي غيترتبوا على هاد التراكم ديال المباريات في الفتره الاخيره ديال البطوله وحتى الان من بعد يعني الموسم المقبل. حنا لحد الان
حتى شي واحد باقي ما عارفش متى غيبدا، ما عارفينش التصور ديال التباري فيه كيفاش غيكون. عارفين بان كاين منافسات ديال 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 البطوله، ممكن تكون الكاس امتى غيكونوا الادوار الاولى ديال عصبه الابطال، المنتخب المحلي تابعوا الشان اللي غتكون في الكاميرون. تنتمنى للسي حسين عموته والطاقم اللي معاه واللاعبين التوفيق ان شاء الله. وبالتالي هادو لحد الان اش من التصور غتوضع باش تحضر الفريق ديالك؟ كاين 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 الجانب اللي هو تقني، ولكن كاين جانب اللي هو اداري، يعني اللاعب يتخلصوا وياخذوا بعدا رزق ديالهم مستحقات ديالهم، ما يبقاو شي كيتسالوا، وعلى الاقل شويه ديال باش نبردوا الطرح بعدا. جانب اللي هو مادي، كاين هذا الجانب اللي هو مع الاداره ديال المؤسسه، ثم كاين الجانب الاخر اللي هو تقني، كيفاش يمكن التعزيز. ثم ربما على ان القاعده توسعت الان، يمكن الفريق يكون عنده 40 لاعب. هذا بالنسبه للاتحاد الافريقي لائحه، ولكن الاتحاد الافريقي 40 لاعب راه على ذكر على ذكر واش عندك فلوس واللائحه بلاتي 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 ناخذ الزبير. الزبير يتقلق عليا. الزبير انا خديت مع عند ابراهيم الزوين باش نعطيك انت. لا بالعكس، انا راه سعيد وانا كنستمع لك السي ابو سعد. خلينا نشاركش معك 30 عام. سي ابو سعد بغيت نحييك ونحيي سي ابراهيم الزوين والتشكيله اللي كتعمل معك في هذه الامسيه. تحيه خاصه لسي جمال السلامي المدرب الكبير. ها هو معك. طبعا سي جمال تبارك الله عليك، كل شيء مزيان الحمد لله. واحد من المساندين ديالك، وان كنت العنفات سمحتي فينا ماشي مشكل. كيفاش طنجه قال لك سمحتي فينا؟ سمحتي حتى طنجه مشان عند الراجع، ولكن وما الحب الا للحبيب الاول ما غنلوموش. انا غير اللي بغيت نتكلم على ثلاثه ديال النقاط. نعم. نبدا لك بما هو تقني. كان السؤال لسي جمال السلامي، كنعرفوا على ان الرجاء بحال بقيه الفرق الوطنيه، ولكن بالخصوص قطبين ديال كره القدم كيعانيوا بشكل كبير من الجهه اليسرى. واش من بين الانتدابات اللي طلب المكتب المسير يجيبوا له لاعب اللي يمكن يؤدي الدور في الجهه اليسرى بعد ما ظهرت مجموعه الاختلالات في هذه الجهه؟ السؤال الثاني في اطار الانتدابات، واش من بعد رحيل يوسف التفريح حنا كنعرفوا الثالوث اللي كان كيشكل الى جانب السفري وجمال وهشام ابو شروان، واش كاين شي مساعد مدرب اللي غيجيبوا جمال على المقاص ولا المكتب غيجيب له شي واحد اخر؟ غنرجع لما هو اداري، المكتب ديال الرجاء في الحقيقه خصو يعطينا اللاعبين الفلوس ديالهم، لان لو هو يخدموا جمال خصو اللاعبين يكونوا حاضرين بالثقل ديالهم باش يحضروا بالثقل ديالهم. هذيك الورد ديال ثلاثه في سبعه الناس ما خدات حتى حاجه وخرجت بدون صفر اليدين بحال اللي كنقولوا، فكيفاش هذا الراجل غيمكن له يموتيفي اللاعبين؟ قد نقطه اخيره، السلامي اللي كلموه الناس رجل عند الرجاء، والرجاء كتعاني الكوارث على مستوى البطوله. سبع سنين ما دات الكاس، اكثر من نقولوا من 29 سنه تقريبا بدات كاس افريقيا. طبيعي ملي يقول انه الوصول لنصف النهائي راه انجاز، طبعا انجاز في ظل الظروف اللي راكمها جمال السلامي في هذا الموسم. علاش حنا كنبقاو نبكيو على الاطلال وكنبكيو على التاريخ؟ وشكرا ابو سعد، تبارك الله عليك الزوبي، انت ديما كنكونوا سعداء معك لان افكارك مرتبه مزيانه. جمال تبارك الله. من الانتدابات اللي غادا تكون غتكون في مراكز الخاصة بطبيعه الحال. كاين تقييم للمجموعه، كان تقييم للمراكز كلها، وبالتالي المراكز اللي احنا محتاجين لها هي اللي غادي نجيبوها. ما غنتكلموش على المراكز. بالنسبه للفراغ اللي خلاه يوسف، بطبيعه الحال يوسف كان عنده دور كبير في الطاقم التقني، وتنشكره مره اخرى على المهمه اللي قدم. وبالنسبه ليا في المستقبل غادي نجيب مساعد ان شاء الله. تختار مساعد؟ تم الاختيار، فغادي يكون الاعلان عليه ان شاء الله في الاسبوع المقبل. تكلمت مع في الاجتماع، تكلمنا على هذا المساعد. يا يعني اما غادي نبقى مع نفس الطاقم، ولا غادي نعزز بمساعد. فغادي يكون هناك مساعد ان شاء الله اللي غادي خصني نقولها للمكتب المسير الرئيس، ثم من بعد نعلن عليها ان شاء الله. اللي اول حاجه تتكون فيه هي الثقه والكفاءه
والمعرفه بالتعاون والتضامن. ناخذ معنا السي محمد من الدار البيضاء. السلام عليكم سيدي محمد. كيدرك بخير؟ لاباس. سعيده استفدناكم. مرحبا وحنا سعداء سي جمال اللي هذا العام هذا عانى معنا بزاف الله يرحم الوالدين. عندي واحد استشاره الله يرحم لكم الوالدين. الو هو كيسمعك هو معك الله يرحم لكم هذا استشاره كاع الاعلاميين الله يرحم الوالدين اللي كان هذا العام ديال البطوله نتاو انا غندير اسم الرجاوين كاملين الله يرحم لكم الوالدين. دابا حنا غنلقى واحد 100,000 البشر كيسمع هذا الراديو هذا غير باش يعرف الجديد اللي كاين راه بنادم مقسم ولا كيمين ما قد ياكل. انا كنت على الظروف ديالي انايا بنادم ما عندوش المورال ما عندوش باش يخدم باش يدير اي حاجه. الا كان الله يرحم لكم صافي العام بطوله صافي ثلاثه صافي ماشي مشكل صافي عرفنا الله يرحم الوالدين بطوله 20 عام الدينات صافي انت هو ماشي كل اي حوار بقى يبدو العام اللي فات وعشرين بطوله العصبه مشات صافي 90 عام الدينات صافي شفتينا ماشي مشكل. ولكن شنو هو الجديد؟ شنو هو جديد العام الجاي؟ هو ولكن هو جمال طرح عليه السؤال سولو يقول واش الزياد غيجي من المدافعين واش غيجي من اللعابه لما كاش غيجي يخرج على الجمهور راه الزياد واش يجي من اللعابه هذا اول حاجه. ثاني حاجه واش اللعابه ما كاينينش غنجيب لي اللعابه نجيب واش عبد الله كاع فاروق دايرين سينياتور كاملين نديرو تعاقد من حنايا حنا عندنا ما خاصناش خير الحمد لله تبارك الله عندنا 10 في الاحتياط و10 راه ما نتدعيش راه بخير حنا ما خدنا حتى خير حنايا ماشي مال لي حنايا دابا حنايا واش عيب مطلب بوسط واحد شي واحد توعد راه كيبان له قال لي راه العام الجاي راه مصور وقال ولا غتدخل بلاصتك باش شي واحد خدام راه نقول لك اللي كاين والسيات هذيك الهضره ديال الفرونسي ولا ديال لونجلي ولا العباد اش راه ما قاديش نجي خرج الكواري. نعم شوف 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 ما غير ما تطعنش في الاشخاص وقول اللي بغيتي انا هذاك الفرنساويه ولا داك الشيء هذاك رئيس ديال الفريق احترمه. نعم انت قول الراي ديالك حتى واحد ما قال لك ما تقولش الراي ديالي ولكن ابقى باش ما تجرحش الرئيس ديال الرجاء اي رئيس ديال الفريق ما نجرحوش. شوف رجاء هو رئيس باش واحد يخرج الفريق من الازمه هذه راه شابولي ولكن شوف انا ما نذكر ما سميتو ماشي نقول زعما كاين الايجابيات ديالو نكرها لا سيدي خداك واحد الازمه طوب ديالها ولكن راه جاب لعابه وعاون الفريق السياسه ديالو الحمد لله خدينا الالقاب انا ما نكرش هادشي اشوي جبنا العام الجاي صافي اذا قلتي اشوي جبنا سي محمد شكرا لك لان باش ما تاخذش وقت ايضا المستمعات المستمعين اخرين فاصل قصير ومازال باقي معنا سي جمال السلامي الاطار الوطني راه غدا ان شاء الله غادي يكون معنا اطار وطني من نادي الوداد الرياضي هنا بالاستوديو ان شاء الله. ام اف ام واحد السؤال سي بارابور دابا لا بريسيزون غادي نهار الاثنين الاستعدادات بغيت نعرف واش وجد مع المكتب المستهدفين غيديروا كونسونطراسيون حيت نورمالمون دابا الا كان تقدر الاثنين خاص الريكروتمون يكونوا داروا وديبي سيزون خاصو يتوجد نهار الاثنين هذا هو السؤال اللي عندي بغيت نعرف واش حطوا مخطط فين غادير لا بريسيزون امتى غتبدا قالك واش اتفقتوا على المكان ديال لا كونسونطراسيون وخاصه مع الجائحه هذه واتفقتوا يعني قالك باش تكونوا حسمتوا في المكان ديال الكونسونطراسيون في يعني في التركيبه البشريه وهذه دابا اول حاجه كاينين اولويات سي امين دابا كاينين اولويات عند النادي هو اولا الان كاين اجتماعات غيكونوا مع اللاعبين باش يتم صرف المستحقات ديالهم او اجزاء من المستحقات ديالهم هذا مهم هذا ديال المستحقات لان اللاعبين ضحاو بشكل كبير وصبروا وخاصه اللاعبين الركائز ديال الفريق لان كانت فتره هذه ما خداوش المنح ديالهم ديال الموسم وهادشي كله تنعرفوا ان هاد الجائحه خلفت مجموعه ديال المشاكل عند الانديه خاصه النادي ديالنا ثم من بعد التصور كاين حاضر ولكن كاين اولويات الاولويه الاولى هو الان غادي يكون لصرف المستحقات ديال اللاعبين ثم من بعد غادي تكون المباشره ديال التدريب هنا مدينه الدار البيضاء في انتظار التحاق اللاعبين اللي ممكن يلتحقوا بنا ان شاء الله
من اللاعبين اللي تنتظروهم انهم يعزوا صفوف ديال الفريق، ثم ننتظروا نعرفوا البرنامج، لان غنديروا برنامج اعدادي وفق اش من تصور، لان خاص تبدا البطوله تعرف امتى غتبدا، امتى غيكون عندك المباريات، باش تعرف امتى شنو التصور اللي غديروا باش تبدا المباريات الاعداديه، لان لحد الان ما عندنا حتى شي تصور. ما كاينش تصور. نعم سي جمال، يعني الحديث على اللاعبين الاجانب داخل فريق الرجاء، يعني انت تقييم ديالك المردود ديال اللاعبين بدون ذكر الاسماء، يعني واش انت راضي على الاداء ديال اللاعبين الاجانب؟ كاينين اربعه. اي عرفنا اربعه، لا بدون ذكر الاسماء، كنتكلموا على الاسماء لان اربعه كيتوجه الاسماء. سمعنا كاين اللي تيقول لك انتم دابا اجتمعتوا درتوا كيفاش تخرج هادشي، تيقول لك واحد اللاعب فلان وفلان وفلان خارج الاهتمامات ديال جمال السلامي، كيش عاد كيقرا النوايا ديال الناس وافكار، واش عاد كيضرب الخط ولا ما عرفت. كل واحد تيتكلم على حسب الاهداف اللي باغي يوصل لها من خلال الترويج لبعض الكلام. حنا بالنسبه لنا الاجانب اللي عندنا، عندنا فابريس نغا كمدافع ايسر لاعب الكاميروني، من اللي تدي لي التقييم ديالو، فتنظن بانه انتظارات ديالنا من لاعب دولي في هذيك المركز، فهو في واحد الوقت كان عطى مردود في المستوى، ولكن من بعد المردود ديالو نقص بزاف، وشفنا في الاونه الاخيره خاصه من بعد الاصابه ديال لعب جلي جبيره، فكان عندنا مشكل كبير في الجهه اليسرى اللي عانينا فيها، لا في المباريات ديال البطوله ولا في المباريات ديال عصبه الابطال، وبالتالي لاعب اللي ممكن اننا نستغناو عليه، لان تيشغل المركز ديال لاعب اجنبي، ثم الاضافه ديالو في النادي فهي مؤخرا منعدمه. بالنسبه لفابريس نغوما، فابريس نغوما دولي من الكونغو، قدم داكشي اللي ممكن يقدمه، هو لاعب اللي معنا، لاعب اللي مشى مع المنتخب ديال بلادو، لحد الان فهو كاين معنا وغيبقى معنا في انتظار. لا يعقل، حنا كنحاولوا نرتبطوا بسعيد قسمي، لان كاين الكوفيد واقيلا في سريع واتزم. تفضل تفضل، لان مابقاش غادي نكمل، لان تحدث وقف عند مالونغو كنعتقد، يعني نعم. حتى هو تراجع، لان باقي البعض قال لك باقي كونفيني هذاك في الكونغو من العوده ديالو. ما طبعا بين مالونغو لاعب مهاجم مميز، شفنا كيفاش عطانا اضافه كبيره في المباريات المهمه اللي خدناهم، فلا في البطوله لا في دوري الابطال لا في كاس محمد السادس للانديه، تنتمناو انه يسترجع المؤهلات ديالو، لان بقى في بلادو فتره طويله وانقطع على الممارسه، في الوقت اللي حنايا لعبنا دخلنا في التباري هو كان باقي في بلادو، وبالتالي من نجا مشى ليه الايقاع ديال التباري. نتمناو انه الان ملي تمت المنادات عليه وغادي يرجع لبلاده وغادي يشوف العائله ديالو، انه يعاود عاوتاني يرجع للمستوى ديالو، لانه لاعب لا يناقش، القيمه ديالو لا تناقش. سند الورفلي مدافع دولي بالنسبه لنا ممكن يقدم افضل من هذا الشيء اللي قدم هذا الموسم هذا، باقي عنده سنه في العقد ديالو، مطالب باش يقدم افضل، لان القيمه ديالو على جابته الرجاء اكثر من داك الشيء اللي قدمه، ونتمنى ان شاء الله انه من بعد الرجوع ديالو من هذا التاريخ الدولي ديال الفيفا والالتحاق ديالو بالمنتخب ديال بلادو، انه يكون في المستوى، لان غادي نلعبوا على كاس العرب، ولازم ان اللاعبين يكونوا في المستوى، لان الجمهور ديالنا جمهور تيبغي المسؤوليه وتيبغي الناس يعطيو داكشي اللي منتظر منهم. سند الورفلي جابته الرجاء في واحد الوقت اللي انفصلت على كوليبالي، وما رافق كوليبالي من ازمه، ولكن تنتظر منه اكثر. يعني كاين البعض كيتسال سي جمال، واش فعلا الان هذا الجو العوده ديال جمال او الاستمرار ديال جمال السلامي؟ البعض كيقول على ان ربما جمال السلامي طلب على انه يزاد له في الراتب الشهري ديالو مع فريق الرجاء.
وكيتحدثوا على مبالغ اللي كتبقى هذه بعدا لا كونفيدونسياليتي. امول هذه يعني ما كايناش. اخر حاجه ممكن نفكر فيها انا هي هذه، لان نهار جلسه الرجاء الناس اللي كانوا قبل مني كانوا تياخذوا مبالغ اكثر من داك الشيء اللي سنتقاضاه. انا كان من قبل من التاريخ كان اتصل بي واحد السيد باش نجي للرجاء، وقلت لي الرجاء الا عنده ازمه وما عندهش عنده ازمه ماليه وما تقدرش تخلص مدرب ممكن تجي نشتغل بدون مقابل. وبالتالي الا كنا في الرجاء وباقي مستمر في الرجاء فكان ممكن انني نغادر الرجاء، ولكن الظرفيه الحساسه اللي تمر بها النادي ما يمكنش نتخلى على النادي، رغم ان ملي ما غيكونوش النتائج انا اللي غنتحاسب، وانا عارف هذا الشيء وانا قابل التحدي. هذا هو علاش الفريق، وباش الفريق ما يحصلش فيه. وكنعتقد على ان الشروط اللي غادي تكون غتحطوها انتم فوق الطاوله، لان في الاخير غادي تحاسب انت، لان الا ما كانوش انتدابات ولا ما كانوش. دابا محمد دابا انا علاش غنتحاسب؟ انا اصلا جيت للفريق ولقيت لاعبين ما اختاريتهمش، ومني وصل الميركاتو طالبت بلاعبين الفريق ما قدرش انه يوفر السيوله الماليه باش ينتدب هذوك اللاعبين، يلا جاب لاعب واحد اللي هو محمد مكازي ولعبت بهذوك اللاعبين اللي كاينين وحققنا البطوله، وصلنا لنصف النهائي ديال عصبه الابطال، وحنا في نصف النهائي ديال كاس محمد السادس الانديه البطله. انتهى الموسم مره اخرى، حنا عندنا تصور ديال النادي باش نمشيو بعيد، ولكن الظروف اللي كاينه حنا تنتعاملوا معها وتنتعايشوا معها. بالنسبه لي انا الا غنتحاسب نتحاسب على ملي تعطيني مشروع وتعطيني الادوات وتكون انت اشتغلتي فيه تحاسب عليه وانت حضرتيه وانت هيئتيه وفق الاختيارات ديالي، ولكن في الظروف اللي تعيش الفريق حنا تنتعاملوا مع الظروف اللي كاينه، طالبنا بانتدابات، نتمنوا ان الانتدابات تكون باش حتى انا